بين رفض حزب الله وفريقه تمويل المحكمة الدولية وقبول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإيفاء لبنان بالتزاماته تجاهها، يبدو الوضع اللبناني متجها إلى أزمة، إذ لا يمكن توافق أركان الحكومة بأكملهم على التمويل، كما أنه لا يمكن للحكومة في المقابل تخلي عن التزاماتها الدولية. الموضوع اللي بيتعلق بالمحكمة يقف أمام أبواب السياسي في لبنان، لأنه كل ما هو سياسي لا يعني المحكمة. ما لازم يكون فيه نوع من تأثير لأطراف على قرار الحكومة، يعني لأنه اللي ظاهر لبرا هو قرار الحكومة، إنما الموضوع المحكمة ومن تتهم هذا موضوع آخر، هذا موضوع يطرح في داخل المحكمة، في دفاع وفي ادعاء وفي أوراق المدعي العام يمكن لم يفصح عنها بعد، وهو سيوليها الاهتمام الكافي باعتبار أنه ستبلغ من قبل الدفاع حتى إن كانت المحاكمة غيابية، وسنصل إلى مرحلة تعلن فيها كل هذه الوثائق، واللي بده يدافع عن حاله بده يدافع عن حاله داخل المحكمة. لبنان اليوم وبحسب بعض المصادر الصحفية تلقى إشعارا رسميا من الأمم المتحدة والمحكمة الدولية لدفع حصته في موازنة المحكمة، فماذا يترتب عليه في حال التلكؤ عن الدفع؟ إذا ما صار في التزام بيصير في عنا مشكلة، المشكلة لا تقع على المحكمة، لأن قواعد الإجراءات والإثبات أشارت إلى أن الأمين العام يمكنه في حال تلكأ لبنان أو أي دولة أخرى عن القيام بمهامها تجاه تمويل المحكمة من خلال الحصة التي يجب أن تدفع، أن يتطلع أو أن يطلب مصادر أخرى لكي تدفع. لبنان ملتزم دفع 49% من مصاريف المحكمة و 51% تقع على عاتق دول أخرى، فإذا لم يدفع حصته هل يصبح بمنأى عن قرار هذه المحكمة؟ يعني الشيء اللي بدي أقوله أنه عدم التمويل من قبل لبنان، عدم دفع الحصة لا يؤثر على مسار المحكمة بأي شيء، إنما يؤثر على مسؤولية لبنان وموجباته تجاه المجتمع الدولي. في مهلة لا تتجاوز الشهرين أو 3 أشهر بات على لبنان دفع حصته من موازنة المحكمة، فالعد العكسي بدأ ورئيس الحكومة اللبنانية في موقع لا يحسد عليه إن كان تجاه طائفته أو تجاه أركان حكومته حكومة اللون الواحد أو تجاه المجتمع الدولي.